أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدول. أصعب حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب، وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضراتكم تعرفوه ايضا على الجوده في كل شيء. عايز تعمل تعليم كويس قوي؟ لا يمكن ابدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليله جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال ان احنا كانت الفجوه تقريبا 10-12% ما بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها، كان ساعتها 19-20 مليون سنة 50، وبالتالي كان الفجوة مش كبير، الفجوة التمويلية بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا إن الفجوة دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهاردة دخل في 75 سنة. التأثير بتاع ال 75 سنة في الفجوة ديت نتائجه إيه؟ نتائجه ايه على جودة المنتج التعليمي؟ نتائجه ايه على جودة المنتج الصحي اللي احنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضية بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثلة لينا قضية انا بعتبرها من اخطر القضايا.